مجتمعين اليوم أمام القنصلية السورية في باريس لمسيرة العالمية لأجل سوريا. نحن اليوم ب 17/3/2012 الجالية السورية في فرنسا تجتمع تضامنيا مع أهل سوريا مع أهلهم في سوريا و ليأكدوا أنهم هن مع الشعب السوري ضد الإرهابية. البوليس الفرنسية موجودة. مرحبا، انتي ديما؟ ليش جاية اليوم على اكيد عشان البلد، يعني عشان السلام يرجع ونخلص بقى مع كل الارهابيين. وشو بتوجهي رسالة لأهالينا اللي في سوريا؟ خليكم صامدين، ان شاء الله خير. ان شاء الله. وشو رأيك عن اللي حدث اليوم في الشام، التفجيرات الارهابية؟ شكرا. مرحبا. انتوا ليش اليوم هون نازلين؟ طب شو بتحبوا توجهوا رسالة لأهالينا اللي في سوريا؟ مشان نحن مع القيادة السورية والشعب السوري ضد الاستعمار الأوروبي والأمريكي، فإن شاء الله سوريا برضه في أي شيء وقوية بدولة مبسوطة وشعبا فريق قوي فيه الحمد لله. إن شاء الله. والتحية من شباب اللواء إلى سوريا. شكرا. Ça va, bah, c'est ça. Alors on a tout oublié tout ça. Alors il regardait, il a dit à sa femme, vous savez,